انا رجعت معكم كما تبعتوا معايا في الجزء الاول، خدمت معكم هذا الموديل، هذا خدمت معكم البداية ديالو كيفاش كيتبدأ من هنا، والتزايد عندنا التزايد كنلحقوه هنا كيوليو عندنا 7 ديال، غنوريكم كنحسبوا هاد 3 ديال الاعمده اللي في الفراغ، فراغ واحد 3 ديال الاعمده هادو كنحسبوا 1 جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هو سبعة كيوليو عندنا هنايا هادو 7 ديال الوحدات هادو بحال هكا، وأنا درت 7 وانتم اختاروا العرض اللي بغيتو فسميتو هاد الموديل هذا تا هو فيه 7 صافي. وكان نديرو نحبسو وكنمشيو كنديرو نستوق ديالنا كنخدمو صافي كنحبسو التزايد وكنمشيو كنخدمو نستوق ديالنا حتى كنساليو صافي، وديك الساعة كنديرو الفتحة ديال العنق ونديرو الدرس في القب، وهذا تبقاو معايا تتشوفوا كيفاش غندير مع نخدم معاكم الفتحة ديال العنق. انا غادي نبدا في الفتحة ديال العنق كما سبق لي وخدمت في الجزء الاول، هاد جوج ديال الاعمدة كيكونوا عندي في الحافة ديال الخدمة ديال السطوق ديالنا، كيمشيو هاد جوج ديال سميتو على طول الخدمة صافي. كندير واحد السلسلة وكنجي لهاد الفراغ هذا كندير فيه 3 ديال الاعمده، ثلاثة عمود وسلسلة وكنلوي على الكروشي، كنجي هنا لهاد الفراغ كندير فيه 3 ديال الاعمده، سلسلة كندير هنايا تاني 3 ديال الأعمدة، ثلاثة عمود كنحسب هنايا 1 2 3، وهنا كيبقاو عندي تاني 1 2 3 كندير الفتحة ديال العنق، كيبقاو 3 على اليسار و 3 على اليمين، وكيبقاو عندي هاد 3 هادو، هادي هي 7، هاد 7 هي كتجي هي الوسط في الوسط هي اللي كندير فيها الفتحة ديال العنق. انا كنلوي على الكروشي وكنجي هنا كندير واحد جوج ديال الأعمدة، كندير جوج ديال الأعمدة وجوج سلاسل وكندور الخدمة، هذه هي البداية ديال الفتحة ديال العنق هكا، ما كنكمل السطر صافي. هنايا هذه الفتحة الأولى نخدمها، هاو معايا تشوفوا كيفاش الطريقة كتخدم هذه الفتيحة، سلسلة وكنجي لهاد الفراغات كلهم كندير فيهم 3 ديال الأعمدة وسلسلة، ثلاثة الأعمدة وسلسلة، واحد سلسلة كنجي هنايا ثلاثة ديال الأعمدة، سلسلة وهاد الفراغ ثلاثة ديال الأعمدة، كنلوي على الكروشي وهاد جوج ديال الأعمدة كندير في الوسط ديالهم جوج ديال الأعمدة، ماشي عمود فوق عمود هكا، جوج ديال السلاسل وكندور الخدمة،
واحد السلسله كلوي على الكروشيه نجي لهذا الفارغ هذا كندير فيه 3 عمود وسلسله وهذا الفراغ هذا 3 عمود وسلسله وهذا الفراغ هذا 3 عمود وسلسله كلهم هذه الفراغات كيمشيو 3 ديال الاعمده صافي كنلوي على الكروشيه وعندي هنايا جوج ديال الاعمده كندير فيهم جوج والوسط ديالهم جوج ديال الاعمده والوسط ماشي جوج عمود فوق عمود صافي وكندير جوج ديال السلاسل وكندور الخدمه هكا وكندير جوج ديال الاعمده في نفس الفراغ واحد السلسله كنلوي على الكروشيه كنجي لهذا الفراغ هذا كندير فيه 3 ديال الاعمده نفس الخدمه باش جيت من هنايا نفس الخدمه 3 عمود وسلسله 3 عمود وسلسله هكا دابا نفس هذه الفتحه ديال العنق حتى هي 3 عمود وسلسله انا نكمل هاد النص هذا ديال الفتحه ونرجع معكم انا خدمت هاد الفتيحه هادي كما كتشوفوا معايا هادي راه غير شانتيو ماشي نستق غير شانتيو كنخدم معكم باش تشوفوا الشكل ديال هاد الجلابه هادي خدمت معكم هاد شانتيو وهذا راه ماشي الفتحه ديال العنق هذا هو الحساب القياس اللي كناخذ نديرو فيها كتكون فواحد 5 سنتيم هذا ناقص شويه هذا غير باش نوريكم الفتحه ديال العنق كيفاش كتخدم انا خدمت فتحه العنق الثانيه انا درت هذه العقده في الكروشي وكنجي هنايا كندخل الكروشي في هذا واحد العمود هو كندير هنايا جوج ديال الاعمده كما سبق لي درت في الفتحه الاولى هكا جوج عمود وكنخدم في هذا الفراغ هذا ها هو كتشوفوا معايا الفراغ اللي حدا هذوك الاعمده كندير فيه 3 عمود وسلسله كنلوي على الكروشيه وكنجي لهاد الفراغ كندير 3 عمود سلسله فراغ اللي حداه 3 عمود الفراغ اللي حداه 3 عمود ما عنديش الاعمده هنايا كندير جوج اللي في الحافه جوج ديال الاعمده جوج ديال السلاسل كندور الخدمه كندير جوج ديال الاعمده اللي كيمشيو في نص الطوق على طول نص الطوق هاد جوج ديال الاعمده هما اللي كيحسموا لينا هنايا عندنا الخدمه
ما كتشوفوا معايا. كندير في هذا الفراغ ثلاثة ديال الأعمدة، ثلاثة عمود، هاد السلسلة كنجي هنايا فين درت دوك الأعمدة، كندير جوج ديال الأعمدة في الوسط ديالهم، جوج ديال السلاسل وكندور الخدمة، كندير جوج ديال الأعمدة ماشي عمود فوق عمود في الوسط، سلسلة ثلاثة عمود، ثلاثة عمود، جوج ديال الأعمدة، جوج ديال السلاسل، كندور الخدمة، جوج ديال الأعمدة، وكندير في هاد الفراغ ثلاثة عمود، سلسلة لوع الكروشي كندير هاد الفراغ، هاد الفراغات كلهم كندير فيهم ثلاثة عمود سلسلة، سلسلة كنجي هنايا عندي جوج ديال الأعمدة، هنايا كندير جوج ديال الأعمدة في الوسط ديالهم ماشي عمود فوق عمود في الوسط، جوج ديال السلاسل كندور الخدمة، أنا شاليت هاد الفتيحات ديال العنق كيفما كتشوفو معايا، الشكل النهائي ديالهم كيفاش جا، أو إن شاء الله الجزء التالت غنختم معاكم هادو، هادو اللي كنا نزينو بيهم السطوق ديالنا، نتلاقاو إن شاء الله في الجزء الثالث.